في ناس ممكن تعجب بنجاحك بشياكتك بعربيتك، لكن في ناس ما يهمهاش كل ده. كل ده بالنسبة لهم أمور ثانوية، اللي يهمهم إزاي ربنا نجاك من كل الامتحانات والابتلاءات والمصايب اللي انت وقعت فيها. الإنسان مهما يمكر ومهما يكيد مش هيكون أقوى من مكر ربنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عشان كده الإنسان لازم ما يهمهوش أي مكر، كل اللي يهمه إنه يركز في حياته ويركز في مستقبله ويسيب الباقي على ربنا، لأن أقصى ما يستطيع فعله البشر هو تنفيذ إرادة الله. اطمئن وخليها على الله.